أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الحوت الثلاث 24 أغسطس آب 2021. تميل إلى أن تكون لديك مشكلة في وضع حدود لنفسك، مما يعني أنه في بعض الأحيان يشعر الناس كما لو أنهم يستطيعون المشي في كل مكان. قد تشعر قريبا برغبة في إلقاء الحذر على الريح والاستغناء عن ذلك لمرة واحدة، مما يسمح لمزاج اللحظة بدفعك إلى الأمام. ستكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، ولكي تكون ناجحا ما عليك سوى اتباع حدسك. لا يجب أن يكون كل شيء على ما يرام، يسمح لك بالإبطاء والتحلي بالصبر بدلا من العمل على وضع الأموال في جيب شخص آخر. هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات لوضع الأموال في جيبك الخاص. حلل أفعالك بعناية، يمكن أن تغير التقلبات غير المتوقعة خططك، وهو ما يجب أن لا تندم عليه. إن موقفك ليس بهذا السوء حقا، إنه مجرد خوفك من معالجته، لذا استمر بثقة وسيحل كل شيء نفسه في النهاية. قد تكون فكرة جيدة أن تستقر مع بعض كتيبات السفر والتخطيط لاستراحة في مكان غريب، لا ترفض المساعدة. عاطفيا، اعلم أن هناك فرصة للقاء حبيب سابق يقود حياتك إلى تقلبات لا تصدق. يمكن أن تعطي الطاقة الحالية شعورا سرياليا للغاية لكل شيء. ستتاح لك الفرصة المثالية لاتخاذ قرار نهائي، ولكن لا تتسرع في إظهار رابطة جشعك. ظهور مشاكل عائلية مثيرة للقلق هو احتمال الآن، لذا تصرف قبل فوات الأوان. التغيير في الهواء، يمكنك الاستفادة القصوى من الفرص لإحداث ثورة في الطريقة التي ترى بها الواقع. إن تحليل سلوك الأشخاص الذين يعارضونك وسلوكك أيضا سوف يجلب لك الفوائد فقط. رحلة قادمة ستطلق شرارة فترة منتقدة للغاية. قد يكون شخص ما في حالة مزاجية لمحاولة إقناعك بالموافقة على بعض الخطط الجذابة للغاية، وقد تميل بشدة إلى اتباعها بشكل أعمى. مهنيا، كن حذرا إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغيرات وطرد شخص ما من مكان عملك. سيتم دعم أفكارك إذا تم طرحها بشكل تكتيكي وليس بإصرار شديد للمناقشة. من المؤكد أن محاذاة الكواكب ستجلب مجموعة كاملة من المشاعر التي من المحتمل أن تكون جامحة ونارية وليس التعبير عنها بشكل جيد على الإطلاق. النجاح لك، احتضنه. ابحث عن الوقت للنظر في الأعذار التي تدين بها للأشخاص الذين تعتمد عليهم سعادتك. ستجلب لك محاذاة الكواكب الحالية أخبارا جيدة قريبا. لا تنجذب إلى التوقيع على المستندات المالية والمصرفية. ينصحك النجوم بعدم السفر أن تتطلع إلى تغيرات أو أخبار مواتية تتعلق بحياتك الشخصية. كن حذرا عند تقديم الوعود. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.